على صعيد انعكاس الحرب العراقية الإيرانية، لأن الحرب العراقية الإيرانية كانت بادية، صارت بلوة هني بالكويت، شلون مرة ثانية مشاهداتك أنت على المستوى الشخصي كانت؟ صارت الجو طائفي بشكل غريب جدا، يعني بدأ الشحن الطائفي يوم عن يوم يكبر في الحرب. يعني اللي 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 يعتقد أنه مثلا اللي يتكلم على صدام هذا مجرم، هذا 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 أدنى بإيران، اللي يتكلم على صدام، اللي يعتقد أن صدام ظالم هذا يتحاسب. أنا عارف واحد كان مجند انطق لأنه كتب الموت لصدام على 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 طوفه في المعسكر، طقوه. فالجو كان كذي، جو إذا أنت مو يا صدام يعني إيراني أنت، يعني ولاءك حق إيران. بس ما كان هذا الواقع في ذلك الوقت، أن أكو اصطفاف؟ أيوة. لا أكو اصطفاف كان بين معسكرين، معسكر إيراني ومعسكر عراقي. وأنا شكل بحراني في إيران، أرى يا البحراني، أنا شكل بإيران، أنا جدامي إن واحد طاغية مثل صدام عفس الحوزة وقتل العلماء ولاعن والده ووالديهم، والعراقي إذا يبي يزور يتخف عشان يروح يزور، وإذا يبي يصلي يتخف عشان يصلي. الواحد فيهم كان يحط رادو وين؟ هم يقولوا لي رادو على إذاعة العراق بالحوش ودقدقة إذاعة عراقية، ورادو ثاني يسمع أخبار الحرب على الإذاعة الإيرانية. شذي حياتهم كانت، ما له شغل في إيران. ما أنا بس أي شيء قاعد تقول ظالم، أنا شكو في معمر قذافي. إيه أنت لما تقول مثلا صدام ظالم، بس أنت كنت تميل إلى المعسكر الآخر. لا أنا ضد الظالم تلقائي، رح أنا ضد الظلم. بس أنت كنت الظالم، أنت تشخصه في صدام، ما كنت ترى ليش ظالم أنا في الجهة المقابلة. لا ليش شخصته بصدام؟ لأن أنا أدري أكو مئات قتلهم صدام، أكو قبور جماعية مسويها صدام. أنا أدري أنا أكو عشرات المؤمنين في السجن اللي كانوا يعترضون على 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 ممارساته وعلى حزب البعث. أنا كنت أروح العراق، كنت أشوف الشباب العراقي ما يصلي ويانا، يخاف يروح يصلي، بل الأبو يخاف من ولده، الأبو يخاف من ولده يبلغ عليه ياخذونه. طيب على المستوى المحلي الكويتي، سيد حسين القلاف الطالب الجامعي على وشك التخرج 82 83 84 وانعكاسات الحرب، وانت طالب الجامعه ما غير شيء عندي الا هذا المقدار. هذا المقدار ان انا كنت اعتقد ان هذه الحرب فرضها صدام على هالناس، وهذا ايضا عميل ومشتغلين له وسواه.